شايفين يا جدعان صايع في المونتاج يا جدعان؟ صايع في المونتاج مال صايع يا جدعان. عاملين ايه معاكم؟ امسلوا فيديو جديد. اول حاجة عايزين كلنا نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. تاني حاجة يا جدعان، زي ما انتوا عارفين ان كل سيزون بطلع الاول العالم وبطلع كونكر في يوم واحد. طبعا انتوا عارفين الكلام ده، لو انت اول مرة تشوفني يا زميلي فدي حقيقة، كل سيزون بطلع الاول العالم. لو انت من اخواتي المشتركين وشفت الفيديو بتاع الشهر اللي فات ايه زميلي، استر عليا استر عليك ربنا، عيب. فبس يا جدعان باختصار، وانا بقلب في الكومنتات النهارده قابلت كومنت من واحد بيقول لي تحدي ليك يا امسولو انك تنزل في المود الجديد سولو سكواد وتوصل كونكر في يوم واحد وتوصل الاول على العالم كمان، ولو كسبته تبقى انت راجل جامد. وايه يا اسطى الراجل جامد دي؟ يعني نعمل التحدي ومفيش شدات كده ولا اي حاجه؟ هنوصل النهارده الاول على العالم في الضحك، الاول على العالم في التقييم. فتابع الفيديو للاخر عشان حرفيا هتموت ضحك. فتابع الفيديو للاخر عشان حرفيا النهارده هتشوف عظمه. واحنا في وقت التصوير يا جدعان 241456 الف واحد رايق. شوفوا بقى يا جدعان، انتوا عارفيني لما بقول حاجه ببقى قدها. النهارده احنا يوم 22/11، لو وصلنا ربع مليون مشترك قبل يوم او في يوم 24/11 هوزع 35 رويال باس. زمانك بتقولي امسولو انت هتوصل في يومين او ثلاثه، هقول لك يا اسطى انا في 241000 اخ في ظهري، يعني لو 10% بس شاروا الفيديو مع اصحابهم وعملوا اشتراك وفعلوا الجرس صدقوني يا جدعان هنوصل 300000 كمان، مش هنوصل 250 بس. فكل اللي عليك يا اخويا تكتب اسمك في اللعبه تحت في الكومنتات وجنبه رقم هقوله في نص الفيديو او في اخره عشان اعرف ان انت سالك وكملت الفيديو للاخر، وتكتب الاي دي بتاعك، واخر حاجه انك تشير الفيديو مع صاحبك. اقسم بالله يا جدعان لو كل اخ بيحبني من قلبه فعلا شير الفيديو مع صاحبه هنوصل 300000 اساسا. عايزكم ما تقصروش معايا عشان حرفيا هدلعكم الفتره الجايه. ولو انت ما دوستش لايك ف ويلا بينا. بص يا جدعان الشخصيه بتاعت لول دي هتيجي بعد كده، بص هتقف على البتاعة دي ومش عارف هتعمل ايه الصراحة، أول مرة أشوفها. بس يا جدعان تقريبا مفيش سكن للطيارة، وتقريبا هي ايه السفينة دي ولا المنطاد ده؟ تمام، تعالى بس ننزل ايه البتاعة اللي جنبنا دي. بس يلا بينا 650 نوت عشان ننزل بوشنا. حلو بقى يا جدعان، أول حاجة هننزل في المكان اللي هو على الشمال ده، ناخد بيه سلاح ونعد الجثث دي كلها. يا رب 2 بكيس، يا رب يا رب. أنا عارف إن أنا هنزل ألاقي 2 بكيس إن شاء الله إن شاء الله عشان أسهلك. ايه ده؟ سوري فتحك الله يا الله. فتحك الله يا اصحابك هيقولك ولا ايه؟ اقسم بالله كان في حد بيتحرك هنا، حس كده بقى انا هاخدها من ورا يا كامبورة. ده كان لسه جاي جبنا يا جدعان الكامبور. والله اصلا انا عارف ان انت كفرتني وان انت محترم، بس الدنيا مش عادله الصراحه. تعالى بقى انت ايه، شوف صحابك من ورا. انا بقى عشان ما تغفلش، شخص محترم والله، بس اي شخص محترم كده يا اسطى بيتاخد نوك فينش. الله اقعد يلا يا بطل صياح، يلا اقعد مش انت فرحان بالصياح اللي عندك ده؟ انا جاي لك عشان انا فاضل دقيقتين ونص على المكان ده. ايه ده انت يا جدعان؟ انا بتضرب من كل حته يا جدعان، والله العظيم حرام، والله العظيم حرام يا جدعان. انا بتضرب من كل حته ومن كذا اتجاه، بتضرب من ورا ومن قدام ومن يمين والشمال ومن في كل حته، مش فاهم انا اتضرب من ايه. طب انا خايف هنا ماليش عربيه اقسم بالله لازعل. ايه ده بوت؟ بس حلو قوي البوت ده، مع ست كيلات كده زميلي. ايوه في الرحله على الكونكر هتوصلنا كونكر دي. بس يعني نحس كده بقى احنا ناخد العربيه دي تمام، ونروح فين بقى؟ سكول بيوت سكول الحتت دي ان شاء الله هنلاقي ناس هناك. يلا بينا. سمعتك سمعتك، ولا هلف لك هلف لك، شايفك بصيت لي صح؟ بصيت لي اه، ده بص لي بص لي يا جدعان. تعالى يا معلم.
بهجت صابر طبعا لوبي. صاحب بهجت صابر يا جدعان معتمد السطح. طيب حيث كده بقى صاحب بهجت صابر انا هلوت صاحبك. احلى حاجه الجليتش ده، اقسم بالله الجليتش اللي رفع الشخصيه ده من غيره كان زماني ميت. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ بوت انت مثلا كده، انت بوت يعني عبيط انا. لا يا جدعان مش بوت ده، مش بوت ده خالص. تعال بس كده شوف بهجت صابر كان معاه ايه. شوف صحاب بهجت صابر، يا لهوي على صحاب بهجت صابر، الخريطه كلها اقسم بالله. بس انا اشوف بس ايه اللي كان بيضرب بام 7 الجامد اللي هناك ده، عشان ايه حاسه مش بوت يا جدعان اقسم بالله، حاسه لاعب. بس صحاب بهجت صابر معاهم خزنه. لا وليه ما نشتري زلط؟ تعالى زلط هنا. نشتري خزنه سريعه، ارسال طلب بس. ليه؟ خد يا زميل احلى 100 مس. تعالى بقى اللي هنا انت، عشان حاسك اقسم بالله ما بوت. طلع بوت يا عم، اتعرفني من بدري يا عم. لا يا جدعان اللي بتعمل نفسها بوتات دي، بصوا خلتني احس ان البوت مش بوت. 5 minutes later. ايه ده؟ السلام عليكم. ده في واحد فوق السطح، ده في واحد فوق السطح. ولا اجي لك يا كابتن اكلك علقه؟ بس انا خايف منك يا كابتن والله. تعالى حماده وريهاني بقى. تعالى حماده انت شكلها مش هتعديها سلميه معاك، فاهم؟ وانا اوبن الصراحه والموضوع ده مش نافع. انت هتاخد مني كفر يا اسطى؟ معيش نيدات انا مثلا؟ ما اخترعوش حاجه اسمها نيدات يا زميلي؟ ابلع يا زميلي، ابلع يا زميلي. يا جدعان ماتوا، يعني يا عيالي يا تنحى، يا عيالي يا تنحى، سايبين الولا وجايين تضربوا فيا. ايه ده؟ محشي رز؟ محشي كرومبو ولا كوسه يا اسطى؟ عارف يا جدعان دمي بقى خفيف قوي اللي بين دول، بس استحملونا يا جدعان. فانا هعمل حاجه واحده بس يا جدعان دلوقتي، انا اروح دلوقتي يا صاحبي في البيوت اللي من ورا دي، حلو، واعدي عليها من ورا واخد سلاح، بعد كده اخش البرج ده من جوه. تعال بس نخش البيوت دي وناخد سلاح منها. اوه في سكوادين حضن هنا، بصوا انما ايه. طبعا العبد لله لا ام فور. حلو 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 بالهداوه وتشغيل الدماغ، كل حاجه هتيجي. انا دايما فعلا مكمبر فوق، صلى الله اعلم بقى. يا ده اقعد بقى اقعد، موت يا زميلي موت يا عم، بتصيح ليه؟ انا بقى زميلي كده. ايوه ايوه اديني لوت. بصوا انا ممكن اعتمد على خطه الكمبره بحيث ان انا اقطع نفس واي حد يخش اهدمه العافيه. والله الخطه دي ساعات بتجيب نتيجه يا جدعان، بس انا عايز كلات الصراحه. وفي نفس الوقت لو بشيت ممكن اربعه يطلعوا عليا يموتوني فهزعل. ايه يا بوش واثقين فيها يا جدعان؟ اديها واحده يمين يسار وبتاع. لا انا خايف من الكمبرجيه، لا انا اللي مكمبر دلوقتي بس خايف منهم برضه. قطعت نفس مظبوطه يا صاحبي، انت بتحب تصيح انت، فاهم؟ بتحب تصيح انت فابلع. اقسم بالله كان هيشني، اقسم بالله يا جدعان في فيك دمج.
مهندس. عيب يا زميلي. بس انا اخلع اخلع منه. ايوه فنشت اصحابه ولا لا عيب وفنشت اصحابه. زمان بيقولوا عليا خنزير كبير. ايوه انا حاسس بسعاده يا لهو على طاقه الخنزره اللي فيا. بس ده ما يمنعش ان انا بطل، يعني اتنين قدامي واحد شال دم كله وجبتهم هما الاتنين. بس يا جدعان حاسس ان انا بضيع طلق كتير قوي، يعني حاسس بدي الواحد طلق زياده قوي عشان يموت، فاهمين؟ يلا بصوا، هو انا معيش زلط عشان اشتري اللي هو الزلط اللي هنا ده، عشان اشتري فيست وهيلمت. بس عادي يعني انتوا فاهمين. اقسم بالله شكلي يا جدعان هرجع العب سولو سكواد تاني. بس يا جدعان لو رجعت العب سولو سكواد تاني انا هكسب كل كاس عالم كده. بصوا يا جدعان هو الولد قطع نفس، بس فين؟ بجد الله اعلم. هاري السويد، هاري السويد ده عارف مكاني. بس خلصت يا معلم كده. طب وبعدين يا جدعان اعمل ايه مع الكمبره دي؟ اخي على الكمبره بقى. يعني هما اتنين والله لو واحد لبش، بس هما اتنين. سلاح جدع ان شاء الله، سلاح جدع وهنزل افرتك العيال دي كلها ان شاء الله. هو ده الاي كي ام التمام. راح فين يا توتو؟ ابلع توتو. شو اهم حاجه النوك فينش في الموضوع يا جدعان. نوك فينش. بس في نكايتين جنبه هنا. استنى انا زميلي وربنا ما احلك. سوري بس عايز يقوم بيه ده عشان انا معيش طلق ياما. ايوه هات وهات وهات. ما مش عايز ادب في النص يا جدعان غير لما اتاكد ان الناس اللي جنبي دول ايه راحوا، فاهمين؟ بس هما شكلهم راحوا فعلا. مع الاسف مش معايا ولا فيست ولا هيلمت. واخش على الله حكايتي. مت عشت الصراحة. حلو لقيت الفيست ناقصت الهلمت. عيب اللعبة خليك جدع بقى بالله. سوري. طب يا جدعان في ناس جنبي، في ناس ورايا، في ناس قدامي، في ناس في كل حته، وانا المفروض سوبر مان اللي انا اخلص المكان. طيب والله جامده مني. اقعد مش عايز افنشك. جايين له بيتنططوا له يا جدعان. شفتوا النيد؟ النت دي تدرس، اقسم بالله تدرس. بس نقعدوا هنا نهولدوا بقى، تمام؟ زي ما النت دي تدرس نفضي المكان كله. وبس يا جدعان ترى ايزي. كان فايت جامد قوي الصراحه. حلو في حد تاني؟ مفيش. بس يا زميلي كده على الرايق نزلنا زميلي اديناهم نت ودرس ودغدغنا الدنيا وخلاص، معانا اللوت الاسطوري بتاعنا ويلا بينا صح. بصوا يا في عربيه هناك بس انا مش هنكشفهم الصراحه، يعني انا فيا اللي مكفيني اكيد مش هفايتهم اوبن يعني. تعال يا ابو البتابيت الله يرحمك يا اسطى. اهو على الرندر. الرندر غشيم قوي يا جدعان. محدش هيجيبني. ها 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 ها
اسمه ده يا ربي فايت فوق، انا كنت فايت العيله دي الصراحه. حد يقول علي جبانه يا جدعان في ايه؟ ده مش جبن، ده اسمه احتراف. الله السلام عليكم. انا بقى يا جدعان يا مقوى جدعان في ايه؟ ايه ده؟ تلاتة. الله بينا، تعال نشوف كام جثه اللي فوق هنا دي. حلو قوي، معايا الشخصيه اللي انا بحبها. انت ازاي ما متش؟ لا ده مات واخدت كلايته. انت رحت فين يا كابتن؟ الهو عليك يا كابتن. يا مؤاخذه يا كابتن، يا بوت يا تنح، يا بوت يا بارئ. ايه عليك بوت؟ بص يا جنان، البوت التنح ده. ايوه زلط، انا بحب الزلط ده قوي. الله بينا يلا. فوت يا جنان، كان في ناس هنا والله، كنت سامع صوت حد بيرمي نيد هنا. يا جدع اقعد. جاب لي صاحبه يا ترى. والله حرام بس حلو، طلعنا ب 10 كيلات. قشطه بس والله حرام يا عم. طيب هدي لي كده باجي، تعال. والله يا جدعان حرام السواقه دي، والله حرام يا جدعان. طب يا جدعان، زمانك بتقول دلوقتي ان امسولو انت منوب وعمال تاخد تسونات والكلام ده كله. احب اقول لك لا يا زميلي، ان انا وانا ما بصورش كنت برانك، وتعالى اوريكم عملت ايه. زمانك بتقول دلوقتي انت هتعملها بالفوتوشوب وبتاع، اقول لك لا يا زميلي، تعالى كده اوريك. لو جيت هنا وضغطت على التصنيف هتلاقي امسولو الاول على العالم بس من تحت. وبس يا اخويا، كانت دي كل حلقة النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبك، انا عامل الفيديو ده للضحك بس يا جدعان، فيا رب يكون ضحكتك بجد من قلبك النهارده. بس كده، كان معاك امسولو، ان شاء الله اشوفك في الفيديو الجاي. السلام عليكم.